إذن تحية طيبة مشاهدينا، ومرحبا بكم في بث مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء. معنا السعدية متزوجة، عندها جوج الوليدات. الزوج ديالها كيعنفها، يعني خرج من الدار ورجعات لقاتو باع ليها جميع الآتات. كيف كتشوفوا مشاهدينا، جميع الآتات، سدادر، كل شيء اللي كاين في الدار، بلاكار، الحوايج، كل شيء باعو. الغريب في الأمر أنه حاول يغتصب البنت ديالو اللي في عمرها 5 سنوات. مرحبا للا، قرب الميكرو. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا لكم الوالدين. كانت ترجم الله سبحانه وتعالى من هذا السيد، راه تعدى عليا وعلى وليداتي. انا مكرفصه دابا ولا اله الا الله. شنو نقول لكم اخوتي، راه مكرفصه. السيد مريض، خصو السبيطار. جيتو الصباح للسبيطار، خديت هذيك 12 ريال، لا بيلونس 12 ريال. مشيت ل 36، وصلنا 36 قالوا لي ما كايناش البلاصه، خداو الفلوس ورجعوني، ما داروا معايا حتى حل. واخا لالا، واش راجلك مريض؟ مريض. اشنو عنده؟ مريض، مرض نفساني اللي عنده، مقابل المخدرات ومقابل الحشيش، تخرب قلي دماغه. السيد سنين هو مريض، كينوض مره في الشهر مره في شهرين، دابا يوميا. السيد من الاول اللي كيتعرى على عباد الله، راه مشكله. واخا لالا، رفعي شويه من صوتك، المشاهدين ما كيسمعوش مزيان. قلت لك راه ولا خطر عليا وخطر على الجيران، راه انا يا ربي اللي عان بحالتي. كيفاش كيعاملكم نتوما؟ كيفاش صدقوا قلتي لي فايت غصاص بنتك صغيره اللي في عمرها 5 سنين؟ هو حاول، غير حاول. كيفاش عرفتي انتيا؟ حاول حيت جات عندي الدريه من الخدمه، انا خدامه وجات عندي للخدمه، قالت لي ماما ما دار لي، بابا ما دار لي، جيت ليه. قال لي مره اخرى راه ما نعقلش عليك، مره اخرى قال لي كيفاش زعما، قال لي غنفرقع عليك ديال بصح. قال الله يرحم لكم الوالدين. دابا كنترجى من سيدني يشوف لي حل، اما السلطات المحليه ما خليت معاهم والو، ما حتى واحد ما بيدير معايا الحل. العام اللي فات مشيت عند القايد، عطاني الرساله. ملي عطاني الرساله ديتها ل 36، قال لي 14 ريال، وما خدامه ما ردامه، خرجني من الدار وما ديتوش. درت جميع المحولات وديتو للسبيطار المخزن، خديت ليه الدواء، تبع الدواء شويه، قطع الدواء، ولكن هذا العام ولا خطير عليا وعلى جميع امه محمد. هو من فوقاش هو مريض؟ هو من دابا جاي العامين جاهل، من العيد اللي فات كيشرب الدواء. كيشرب الدواء كان كيشرب وقطعو، دابا ما بغاش الدواء، ما بغى حتى حاجه. اليوم ملي ديتو 36 تقولي واحد البره، هو اللي كان ماتو دابا تنعس. واخا عاودي لينا، كيفاش حتى عرفتي انتيا انه حاول يغتصب بنتك اللي في عمرها 5 سنين؟ واش هي اللي جات قالتها لك، عاودت لك؟ كيفاش عرفتي؟ جات عندي كتبكي للخدمه، ودرت معاها محاولات، حيت الدريه كيغوت عليها كيضربها، ما كتتحقدش عليه. ولكن ملي جات قالت لي ماما، قالت لي نعم، قالت لي راه بابا ما يدير ليا ما يدير ليا، قالت لي قال لي ما تقوليهاش لماما، قالت لي صافا بنتي انا معاك. كيفاش يدير ليها؟ يدير ليها ما فهمتش. قال لي اعطيني البوسو، قال لي اعطيني البوسو. ملي ما بغاتش الدريه صافي ضربها ووصيفتها ليا للخدمه، وخفت على الولد حتى هو، حتى هو باقي صغير. انا فرقتهم دابا عند عباد الله وكنمشي للخدمه. دابا لا مدرسه للدراري، لا مستقبل ليا، فين نبرك انايا؟ شوف هذا المخزن صيفطني قال لي سيري بركي في دارك، مع من غنبرك؟ مع المجرم تيديروا فيا شي جاني مع تجيو ديروا لي الحق. دابا فين هو؟ هو راه هو ناعس، دقيت ليه البره. البره ديالاش؟ ديال المهدي باش يتهدن، حيت يكون ما كان ميتيش بالدواء راه ما ندخلش للدار. واخا هو مكان في العروبيه ياك، شري لي ليا. كان في العروبيه، كان في العروبيه وجا. ومشي فين كنتي ديك الساعه؟ انا عند صاحبتي، الان عند صاحبتها. ما بقيتيش قادره تعيشي معاه؟ ما بقيتيش قادره؟ وانت كتخافي منه؟ كنخاف منه، حيت ولا فيه بزاف الحوايج كنخاف منه. علاش؟ شنو ولا فيه؟ من غير هادشي اللي عرفنا انه حاول يغتصب البنت ديالك. ولكن دابا كيهددني حتى انايا. باش كيهدك؟ كيهددني، قال لي غتجي غنفرقعك، غنخسرك، غندير لك، غنفعل لك. شتا انايا تعيط، بغيت غير المستقبل لوليداته ما يتكرفوش كي تكرفصت انايا. دابا انتي مكرفصه معاه؟ كيضربك؟ لا،
الدار ما كيضربش ولكن كيغوت يهرس ما يخلي ما يدير. رفعي صوتك لالا شويه باش يسمعوا المشاهدين. ما يخليك ما يدير كيهرس كان كيهرس المواعن ما خلى ليا المواعن ما خلى ليا التلفازه ضربعه هرسهم. واخا هو كيشرب كيتناول المخدرات كان كيشرب ملي بنتي عندها 3 سنين ما بقاش كيشرب ما كان كيشرب ولكن بنتي عند ملي عندها 3 سنين حبس دابا ولا غير عنده غير الحشيش. واخا فوقاش دار هاد الحاله في الدار وهاد السيمانه اللي فاتت اللي دار هاد الشيء كامل هاد السيمانه اللي فاتت دابا سيمانه هو داير هاد الحاله في الدار باع السدابر باع كلشي خلى الدار على الدص. وانا ما كنتش معاه وكيهددني في التليفون ما تجيش عندي بدل القفوله كاملين. علاش ما تجيش علاش بدلهم ومشى للعروبيه ما عقلتش عليا هادشي اللي كاين. شحال انت مزوجي؟ انا دابا 11 عام قلت 12 عام انا مع دابا. عمرك شكيتي بيه دعيتي؟ ديما كنشكي ديما كنطلع للمحاكم عمرني ما شفت لا حق لا باطل لا وريقات. علاش كدعي؟ كندعي باش يديو الدواء عمرني ما دعيتو باش يديو. انتي عارفاه ماشي نورمال. عارفاه ماشي نورمال وتا واحد ما بيسمعني. خصو يتعالج خصو العلاج كنتمنى غير العلاج اللي نتمنى لراجلي ما تمنيت ليه حتى حاجه بغيت غير يرجع لوليداتو. واخا لالا كملي هادشي اللي كاين اختي. انا غنحط الرقم التليفون ديالك يدير بالنسبه للناس اللي باغين يساعدوا هاد السيده. السيده السعديه راه محتاجه ليكم. نعاود بالنسبه للناس يلا التحقوا. السيده السعديه متزوجه عندها جوج الابناء الزوج ديالها مريض بمرض نفسي ني كتجي واحد الحاله هيستيريا ما كيعرفش راسو اشنو كيدير. هي خرجت نعم وصل فيه القتال وصل فيه يهز علينا الموس كيهز علينا مو شويه باغي يضربها مو يكون ما باغي يضرب الوالده ديالو. مو ديما كتجي عندنا كيجري عليها يعني زاد ما قال لك امي ماشي امي امي شيطانه نطي شيطانه. علاش اش دارت ليه؟ ما دارت ليه حتى حاجه مسكينه غير هاد السيمانه جات ليه الزيت ودخلت للدار وما عقلش عليها ما عقلش عليها. واخا عنده شي خوت؟ عنده خو. اش كيقول الخوت؟ الخوت قالوا لي شوف سيدي تعالج راه هما اللي قالوا لي سيدي توفي الحل لراسك. عارفينو مريض. كيمشي للدار كيهرس عليهم يدير لهم الحيحه حدا الدار حرم فيهم العيشه وحرمها فيا انايا هما في العذاب انا في العذاب والوليدات دابا معايا ما بغاش يتكرفصوا انا هادشي كامل على وليداتي. إذن بالنسبة للناس اللي يلا التحقوا بنا نعود نذكر بالحالة ديال هاد السيدة. السيدة السعدية متزوجة عندها جوج ديال الأبناء الزوج ديالها كيعنفها يعني خرجت مؤخرا من الدار جات لقات يعني جميع الأثاث ديال المنزل باعوا باع البلاكار باع الحوايج باع السدادر باع جميع ما يملك هذا البيت. للإشارة راه مريض مرض نفسي واليوم الزوجة ديالو كتناشد المحسنين باش يعاونوها باش يوقفوا معاها لأنه في أي لحظة يقدر يغتصب لها الإبنة ديالها بدون شعور. فالله يجازيكم بخير ووقفوا معاها هي بحاجة ماسة لكم يعني ما عرفتش كتديه الطبيب ما كتعرفش ما عرفتش فين تديه فتواصلوا معها عبر الرقم اللي حطيته في الشاشة 06-93-53-26-44 06-93-53-26-44. شنو بغيتي تكملي يا لالا؟ نعم اختي. شنو كنتي غادي تقولي؟ غنقول لك انا دابا علاش الحل ما عندي عند المخزن الحل ديالي علاش ما عنديش عند المخزن غير بغيت غير نعرف واش انا اميه واش انايا ما قارياش واش انايا ما عنديش الحق بغيت غير نعرف. مشيت عند لقيت خصني مشيت للسلطه المحليه ما قالت الكوميسيريه شي صيفطني عند شي وما لقيتش حتى حق هادشي اللي بغيت نعرف الحق ديالي عند الله سبحانه والسيد بغيت يتعالج. انت باغا راجلك باغا تبقاي معاه؟ بغيت نبقى معاه يتعالج بغيت غير يديه للسبيطار. علاش انا ديت للسبيطار وخلصت 12000 ريال وما شدوش قالوا لك ما كايناش البلاصه واخا ولكن حاله خطيره ما خصهمش يرجعوه في هذيك الحاله واخا بنتك ديتي تقول ما دقيتش ليه البرا دابا راه غيدير شي اجرام راه كالميت وانا بالدواء باش ما يادينيش ولا يادي ولادو ولادو دابا راه غير في الزنقه هادشي اللي كاين اختي.
بنتك ديتيها للسبيطار ولا ما ديتيهاش؟ لا الطبيبة. ما ديتهاش. ما قلبتيهاش؟ لا قلبتها بخير. مزيانه مزيانه الحمد لله. النداء ديالك حفظها حفظها الله. النداء ديالك اليوم هو انك باغا كتمناي ان شي محسن يشوف من حالك تدخل الجمعيات. انت الماده قليله الله يحسن العون. انا ميزه كاع ماشي غير قليله، راه ربي اللي عالم. خدامه في الميناج؟ خدامه غير في الميناج. واخا هو كيصرف عليك ولا ما كيصرفش؟ انا اللي كنصرفش، انا اللي كنشري ليه باكيات الكار، انا اللي كنشري ليه الحشيش. النهار اللي ما نشريش ليه هذا الشيء يبدا يهرس عليا الماء، يبدا يخدم ليا. كتشري ليه الكارو كتشري ليه الحشيش؟ ومازال في العذاب يخدم ليا الدراري داك الشيء اللي ما خصوش يشوفه في التليفون. بحالاش؟ بحال النعاس، بحال داك الشيء اللي كيدير يكونوا في الفاسات في التليفون كيديروا له هنايا في الدار على الجهد. قال لي هكاك اللي عندك تتخرج مع لا تتمشي بحالك صافي. تعيط دابا وليداتو وليداتو من لحم ودمو كيوريهم هادشي. من لحم الافلام القبيحه، الافلام القبيحه كيوريهم ليه، كيخليني حتى كنصلي يحطوا ليا التليفون قدامي وكنقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم حسبي الله ونعم الوكيل. نطل الفجر كنصلي بدا يجي يقول لي شيطانه في هيئه الانسان. انت ماشي واخا انت كتشوفيه واش بعقله؟ لا ولا مريض؟ مريض سيد، ما كانش بحال هكذا في الاول. لا ما كانش ما كانش، ولكن راه وليداتو انت راه في معاه في خطر. خطر لا انا لا هما، غدا ولا بعدا دير فيا شي كارثه. انا دابا هربت الدراري عليه، ولكن انا قال لي طبيب سير عطيه الدواء في الدار، هذا ماشي ديال الدار، هذا خصو يشدو يديه ل 36. مشيت ل 36 ما كاينش واحد في جيبي، الا كانوا خصهم شي حال الفلوس ما عنديش. لا بيلونس درت اللي عليا. انت باغا تبقاي معاه؟ باغا توقفي معاه؟ كريديت الفلوس. كريديت الفلوس، عطاوني الناس الفلوس كريدي باش ندي 36 يمشي يتعالج. مشيت ل 36 ما عقلوش عليا. شنو قالوا لك؟ شنو كيقولوا لك؟ عمروا لي الوراق، قالوا لي دي سيروا الدار حتى نقالي بلاصه. هاد البلاصه انت هو غيلقاوها حتى يدير شي كارثه. واخا اليوم وليداتك فين هما؟ البنيه والوليد عند صاحبتي. كتباتوا كلكم تما؟ واخا لاله كنتمنوا خير ان شاء الله. كنتمنى الناس المحسنين يشوفوك، الجمعيات ايضا يشوفوك، يتواصلوا معك عبر الرقم 0693 53 26 44. نعاود الرقم 0693 53 26 44. كنطلب من سيدي ربي ما يفوتوش ليا اليوم، وكنطلب من سيدنا يشوف ليا الحل، حيت السلطه ما باغا دير معايا حتى حاجه. اللي مشيت عنده قال لي راه السيد حوايجو ما غنشدوش على حوايجي الا باعهم، حوايجو هذا ما خليش حتى بلاصه. اختي خصك ديري حل، ما خصوش لوليداتك نهائيا، خصك تخافي عليهم. انا يكون ما خصتش عليهم، انا نجي نهزهم ونخليها دروينه. راه ديما كان دابا انت ما جالساش وما مريحاش هنايا في الدار؟ لا ما مريحاش معايا. الدار ديال من؟ ديال ناسي. ديال ناس. شنو النداء ديالك الاخير؟ النداء ديالي بغيت الحل، بغيت راجلي يداو شي اللي كنتمنى، ما بغيت حتى حاجه. انت كتبغي راجلك؟ حيت حنين وهذا الشيء عمر ما كان فيه الا شي 5 سنين 6 سنين دابا، ولا شهر شهرين مره كينوض، ولكن هاد عامين الاخرى صافي ما عقلش عليا، ما عقلش على امي، ما عقل على حتى شي. دابا شتي شتي راه نعس، نعستو بالدواء، كل ما نعستوش بالدواء راه ما نديرش هاد الاستشاره معاك. دابا انت الهم ديالك الوحيد هو انه يتعالج. الهم ديالي وخايفه على وليداتك، راكي خايفه على الوليد. شحال عمره؟ عنده دابا 11 عام. 11 سنه. خايفه على الوليد وخايفه على البنيه من باهم بزاف، ماشي شي واحد غريب. لا ولكن راه مريض. انا ماشي كنخدم ما كنرتاحش، كنهزهم 6 الصباح ونديهم معايا للخدمه، يبركو تنصيفطهم للمدرسه. خايفه عليهم، خايفه عليهم من باهم لولدهم. وتكرفيس، وكنجي انايا ونعطيه الغداء، نعطيه ما ياكل، نعطيه ما يكني، وراحه البال ما كايناش. انا صابره، ولكن هما الدراري ما يعرفوش ليك صبرتي، غيتحقدوا ليا. ما بغيتش وليداتي يولي مكرفسين في الزناقي، يولي ويشفروا عباد الله، يولي راه المشاكل ديال الوالدين هما اللي كيخرجوا على الولاد.
كنقولوا علاش كاين الاجرام، علاش كاين هذا، علاش راه حنا خصنا نحمي وليداتنا. الا عندنا الحق في هذه البلاد خصنا نحمي وليداتنا. كنتمنوا ليها لاله الشفاء العاجل. امين. اذا هذا نداء ليكم مشاهدينا، نداء لجميع المحسنين، الناس اللي كيشوفوا هاد السيده راها اليوم خايفه على وليداتها من باهم لولادهم، خايفه عليهم من الاغتصاب، خايفه عليهم من التشرد، خايفه عليهم بزاف المسائل. خرجت من الدار فاذا بها كتفاجئ انه باع لها كل شيء ما تملكه في هذا البيت، باعو، باع لها الفراش، باع لها السدادر، باع لها الحوايج، جميع الاشياء اللي كتواجد في هذا المنزل باع لها. هادشي اللي بقى الا فات غير هذا النهار راه غيكمل الباقي، هادشي اللي شتي راه غيكملو اليوم. فالله يجازيكم بخير، وقفوا معاها. كنتمنى ان الزوج ديالها يرجع للطبيعه ديالو، انه يتعالج في اقرب فرصه، فتواصلوا معاها. الله يجازيكم.